السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنحدثكم عن بطل العالم للوزن الثقيل وخفيف الثقيل معا، دانيال كورميه، صديق البطل المسلم حبيب نورماغوميدوف المقرب، والخصم الأصعب للبطل جون جونز، والذي استطاع فعل ما لم يفعله أحد قبله. فتابعوا معنا. ولكن قبل البدء بالمقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك بالقناة. يعرف المقاتل الأمريكي دانيال كورميه بأنه أحد أعظم المقاتلين في بطولة اليو اف سي، وبأنه المقاتل الوحيد الذي استطاع جمع حزام وزن خفيف الثقيل ووزن الثقيل في وقت واحد. وقد كانت طفولة كورميه صعبة ومتعبة جدا، فعندما كان في السابعة من العمر تم قتل والده على يد أحد أقربائه، وبذلك فقد تربى كورميه يتيما بلا أب منذ أن كان في السابعة، وقد كان ذلك دافعا له للانخراط في الرياضات القتالية. فمنذ أن كان طالبا بالمدرسة كان معروفا بشغفه برياضة المصارعة، وكان متميزا فيها بشكل كبير جدا، مما مكنه من الاشتراك في الفريق الأمريكي في أولمبياد 2004، حيث استطاع الفوز بالميدالية البرونزية ثم فاز بالميدالية الذهبية عام 2008. وبعد ذلك انتقل كورميه للمنافسة في بطولة المحترفين، واشترك ببطولة سترايك فورس، حيث استطاع خلال وقت قصير أن ينتصر ب11 نزالا دون أي هزيمة. ودفع ذلك دانا وايت رئيس منظمة اليو اف سي للتعاقد معه، وبالفعل انتقل كورميه للقتال في بطولة اليو اف سي، وخاض العديد من النزالات في وزن خفيف الثقيل، واستطاع السيطرة على جميع نزالاته وهزيمة جميع خصومه دون عناء، مما أهله لمواجهة بطل العالم المفترس حينها جون جونز، أعظم مقاتل فنون قتالية في التاريخ، وذلك على بطولة وزن خفيف الثقيل. وقد كان لكورميه سجل قوي ب15 فوز دون هزيمة، بينما كان سجل جونز 20 فوزا وخسارة واحدة. وقبل النزال حدثت عدة مشاحنات بين جونز وكورميه، وصلت في بعض الأحيان إلى الشجار والضرب كما حدث قبل نزالهما الأول. ويعرف عن جونز وكورميه الكره الشديد من كل منهما للآخر. وفي ليلة نزال وبعد بداية الجولة الأولى انقض المقاتلان على بعضهما بغضب ووحشية، وقدما واحدا من أقوى النزالات وأكثرها إثارة، واستطاع كورميه إصابة جونز بالعديد من اللكمات القوية، ولكن جونز كان متفوقا عليه بحركاته وضرباته الخرافية. وبالرغم من المستوى الرائع الذي قدمه كورميه، فلم يستطع السيطرة على جونز في أي من جولات النزال، مما دفع الحكام إلى إعلان فوز جونز بالإجماع. وكانت هذه الخسارة الأولى التي يتلقاها كورميه في مسيرته. وبعد ذلك بعدة أشهر تعرض جونز لمشكلة قضائية أدت لسجنه وسحب لقب البطولة منه، فتم تنظيم نزال على حزام البطولة جمع بين كورميه والمقاتل الأمريكي أنتوني جونسون، وكانت هذه فرصة لا تعوض لكورميه للحصول على اللقب. ولكن المفاجأة أنه بعد بداية النزال بعدة ثواني تعرض كورميه للكمة يمينية مفاجئة أسقطته أرضا، وكادت تنهي النزال لصالح جونسون، ولكن كورميه استطاع استدراك الموقف والوقوف لمتابعة النزال. بعد ذلك استطاع كورميه السيطرة على النزال بشكل كامل، وقام بإسقاط جونسون على الأرض وتوجيه العديد من الضربات إليه. وفي الجولة الثالثة نفذ كورميه حركة خنق محكمة أجبرت جونسون على الاستسلام،
وبذلك أعلن الحكم فوز كورميه وتتويجه بلقب بطولة الوزن الخفيف للمرة الأولى. وبعد ذلك خاض كورميه عدة نزالات دافع فيها عن لقبه بنجاح. وشهدت تلك الفترة عودة جون جونز إلى المنافسة والمطالبة بنزال يجمعه بكورميه على لقب البطولة. وبالفعل فقد أقيم النزال الثاني بينهما بعد فترة قصيرة، وكان كورميه مصمما على الانتقام من جونز ورد اعتباره بعد هزيمته الأولى، ولكن جونز كان له رأي آخر. فبعد الأداء الخرافي الذي قدمه كلا المقاتلين في الجولات الثلاث الأولى، وجه جونز ركلة عالية لوجه كورميه أفقدته توازنه وانقض عليه بعدها بضربات رائعة أجبرت الحكم على إيقاف النزال وإعلان هزيمة كورميه واستعادة جون جونز لللقب. وقد تأثر كورميه بتلك الهزيمة تأثرا شديدا مما دفعه للبكاء خلال المقابلة التالية للنزال. I don't know, man. I guess if you win both fights, there is no rivalry. So. ولكن لحسن حظ كورميه، فقد تم إثبات تعاطي جونز لأحد العقارات الممنوعة قبل النزال، مما أدى إلى إلغاء نتيجة النزال وإرجاع الحزام إلى كورميه من جديد. ولكن كورميه كان يفكر بأمر أكبر من ذلك، فقد أعلن انتقاله إلى الوزن الثقيل. وتحديه لبطل العالم المدمر حينها ستيبي ميوتشيتش. وبالفعل فقد تمت إقامة نزال بين كورميه وستيبي على لقب البطولة، وكان الجميع يتوقع انتصار ستيبي على كورميه، فهو معروف بقوته الهائلة وسرعته الكبيرة. ولكن في ليلة نزال فجر كورميه المفاجأة الكبرى عندما استطاع إسقاط ستيبي بالضربة القاضية في الجولة الأولى، وبذلك أصبح بطل العالم للوزن الثقيل ووزن خفيف الثقيل في وقت واحد. بعد ذلك تم الإعلان عن إقامة نزال آخر بين كورميه وستيبي لإعطاء فرصة لستيبي للانتقام واستعادة حزام البطولة. وبعد بداية النزال استطاع كورميه السيطرة على الجولتين الأولى والثانية، ولكن ستيبي أثبت قوته في الجولة الرابعة عندما أسقط كورميه أرضا وأجبر الحكم على إيقاف النزال وانتقم من كورميه واستعاد اللقب. ويعرف كورميه بصداقته الوثيقة مع بطل العالم حبيب نورماغوميدوف، وهما في الفريق التدريبي ذاته، ولكورميه فضل كبير في تعليم حبيب للغة الإنجليزية، ولهم العديد من المقاطع المضحكة سوية. وحتى خلال الشجار الشهير الذي جرى بعد هزيمة حبيب لكونر، فقد صعد كورميه إلى الحلبة وقام بتهدئة حبيب والوقوف بصفه أمام الجميع. وقد أعلنت منظمة اليو اف سي عن إقامة النزال الثالث والفاصل بين ستيبي وكورميه، وسيكون في 15 من شهر أغسطس الحالي على لقب البطولة. وأعلن كورميه أن هذا النزال سيكون النزال الأخير له قبل اعتزاله، وسنقوم بنشر تفاصيله على هذه القناة إن شاء الله. نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك بالقناة، ودمتم بأمان الله.